السلام عليكم. اول حاجه تحيه لجمهور فريق الرجاء البيضاوي، وثاني حاجه تنتمنى من الله باش نهار الاحد دونور يدور، وثالث حاجه كنتمنى من الله من اللعابه يكونوا مركزين في هذه المباراه هذه، وحنا راه ديما معاكم والجمهور المغربي كامل معاكم، خصوصا جمهور فريق الرجاء البيضاوي. الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم، وان شاء الله على فيكتوار ان شاء الله، بواحد النتيجه اللي تكون تخلينا نلعبوا في مباراه الروتو ان شاء الله بارتياح ان شاء الله. ديما راجع.